السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه مزيان، توحشتكم بزاف بزاف، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم اليوم جبت بغيت ندير معاكم بغينا نديروا معاكم انا والشيف يوسف والشيف هاجر بيتزا ديال الكفته وديال لادان وديال الطون. المهم غادي نحتاجوا في المقادير، اول حاجه غادي نديروا لاصوص لاصوص هنايا كما كتشوفوا في هذه المقيله. غادي نحتاجوا فيها جوج معالق ديال مطيشه ديال الحك، و هاد صلصه الطماطم كناخدوها حتى هي كنديروها، اللي بغى يدير مطيشه يديرها على حسب الاختيار. حنا كنديروا هادي زوينه، والكيتشوب كنديروا معها الكيتشوب وشويه ديال الابزار والملحه وشويه ديال الزعتر وهاد الطامه ديال البقري. ديال البقري. دابا غادي نديروا لاصوص وخليكم معايا. غنديروا الزيت هي الاولى، شويه ديال الزيت، ومن بعد غادي نخويو نقطعوا هذا بالمقص. ها هو كنقص اخاتي. وكنخويو هاد لاصوص طوماط كامل البنات. ونحركوها واحد الشويه على ما تقلى واحد شويه، وهانتوما معانا باش ندوزو للمقادير الاخرى. رجعنا معكم البنات باش هي دابا لاصوص ديالنا تقلات، وكنزيدو مطيشه البنات غير باش كتعقد لنا لاصوص ديالنا. اما الكيتشوب علاش كنزيدوه؟ باش ما كتبقاش المذاق ديال لاصوص مر، كيجي زوين مع مع الكيتشوب فيه شنو داكشي علاش كنديروا الكيتشوب، باش كيجي ما عندهمش كيتشوب يديروا سنيده شويه سنيده. الا ما كانش الكيتشوب غدير معاهم شي معلقه سنيده باش كتجي زوينه البنات، كتجي غزاله لذيذه هاد لاصوص، كتجي زوينه بزاف. دابا غادي نزيدوا مطيشه ديال الحك باش تختار لنا لاصوص ديالنا. كيتشوب ثمن جوج معالق كبار، الكيتشوب كنزيدو ثمن جوج معالق كبار كما قال لكم الشيف يوسف. هي بدات عاد بدات كتعقد لنا، وعاود كنشوف عندنا ميزاننا، عاود الا بقات جاري نزيدو داك المطيشه ديال الحك اللي خلينا تما. نزيدو العطريه دابا. دابا غادي نديرو العطريه. بحال هكا رز معلقه ديال الابزار. غادي نديرو كنور داكشي علاش ما خصناش نديرو بزاف ديال العطر. قال لكم الشيف يوسف، الشيف يوسف حيت غنديرو كنور ما خصناش نديرو بزاف ديال العطريه. انا كنزيد نتعلمو من الشيف يوسف، شحال حاجه ما عرفهاش الشيف يوسف والله العظيم. هكاك وشويه ديال الملحه. الزعتر البنات كما قلت لكم اختياري على حسب الكفته وهاد لادان، اما الطون ما كنديروش فيها، هو كنسموه بالكفته ولادان. ودابا غادي نزيدو كنور. وبدا كي بدا كتعقد لنا لاصوص ديالنا. غادي نفردو كنور كما كتشوفوا البنات شكي كتجي لاصوص خطيره البنات، زوينه وفيها واحد المذاق غزال مخاطره. واخا درنا هذاك الصوص اللي خدينا من الحانة المعلبه، ولكن واخا كاع ما كتبان فيها كتجي زوينه بزاف.
دابا غادي نخلطو الكنور ونخليوها تزيد تعقد لنا واحد الشويه. نطفيو عليها ونخليوها تبرد. نطفيو عليها ونخليوها تبرد كما قال الشيف يوسف. حيت حيت النورمال الا كانت لاصوص طوماط سخونه خصك ديرها على 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 لاباط. على لاباط كت كت كتفسد كتقطع كت كتقطع لنا لاباط. فوالا لاصوص راه وجدت. تخليوها على ما تبرد ونرجعو. دابا غادي نحطو لاباط ديالنا هنايا غادي نعمرو بها بهاد المقادير هادو كما كتشوفو. غنحتاجو هنايا الشامبينيون المعلب، شويه ديال الزيتون الخضر، وشويه بصيله مشلضه مزيان، وفلفله حمراء وخضراء. وانتوما اللي بغيتو بغيتو تزيدو حاجه واحده اخرى على حسب اللي كيعجبكم ديروه في الخضروات ديروه. حنا غير كنفضلوها نديروها بهكا بهاد المقادير هادو كتجي زوينه ولذيذه. خليكم معايا البنات نبداو التعمار ديال البيتزا ان شاء الله. من بعد ما وجدت لنا لاصوص ديال لاصوص طوماط ديالنا البنات، هيا دي كما كتشوفوا خاتره، كتجي خاتره، كتجي زوينه البنات، واحد المذاق واعر. والسر ديالها هو داك الكاتشوب اللي ورانا الشيف يوسف، هذاك هو اللي السر ديالها، كتجي واعره البنات. عرفتي واحد المذاق فيها غزال، والله العظيم الا كتجي غزال. جربوها وردوا عليا الخبر. دابا المهم غادي نبداو نعمروا البيتزا ديالنا. كما كتشوفوا حنايا دابا خدينا هنايا لاباط مصايبه واجده. الا بغيتوا دابا حيت كنا مزروبين خديناها واجده، الا بغيتوا نخلي لكم الطريقه ديال لاباط باش كتجي زوينه ورقيقه ومعلكه وزوينه، خليوها لنا في الكومونتير وغادي نصايبوا لكم ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله نصايبها لكم. ودابا غادي نبداو ان شاء الله غادي نديروا بيتزا بلادان، وحده اخرى غنعمروها بالكفته، والثالثه غادي نديروها بالطون. يلا خليكم معايا باش غادي نصايبوا الطريقه ديال التعمار. المهم باش نبداو لاصوص هي الاولى، نديروها كبروست الثاني ديال هذا كندورو هكا. نمشي شوية نفرحوها مزيان فوالا، هاديك الشوية هكا فوالا. على بالي نبداو بالحشوة. أنا كنفضل نبدا، أنا ديما كندير لاصوص وكندير ديغيكتومون كندير الحشوة اللي باغي، لا داند ولا الكفتة ولا هما الاول، ما كنديرش الخضره من تحت، الخضره كنديرها ديما من الفوق على حسب الاختيار. كاين اللي كيبغي يديرها من تحت، كاين اللي كيبدا كيدير لاصوص كيدير الفرماج، انا كنفضل نديرهم في الفوق. هو نورمالمون كدير مطيشه وكيدير فوق منها الفرماج، هذه هي الطريقه اللي كتصوب بها البيتزا نورمال، يكونوا على 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 حسب الطريقه اللي كيبغي. نديرو دابا نبداو بلادانت يد معاونه ديما كتكون زوينه. عاونيني يا الشيفه عاونيني في الكافيه. ولا درنا شويه ديالنا كامله بعدين وراه نديرو البصله. هي البيتزا علاش كتجي ديما زوينه؟ ما كيصوبوها الناس بزاف ليد المعامله كتجي زوينه. كل واحد يدير شويه ولا كدير شحال ما بغيتو. طلع على حسب الضوء، شويه ديال الفلفله نلونوها نردو هذاك بحال شي طبسي تلوين كتلون. والله اللون راه كيجي زوين، كيجي الوانات مصايبين كيعطيو منظر زوين. نديرو دابا الشامبينيون. دابا غادي نديرو الشامبينيون. الزيتون وين ندير الزيتون؟
اي جربوها البنات كتجي غزاله خطيره. راه الشيف يوسف كيديرها في بلجيكا وجا من بلجيكا باش يديرها لنا هنايا في المغرب وبالضبط في بني ياسر في المنزل. نكملو التالي كاع كنجيبو شويه ديال الزعتر. الزعتر كون فوق منه فوالا هكي. انا شنو كندير ملي كندخلها للفران ما كنديرش عليها الفرماج ديك ديريكتوم. علاش؟ باش ما يتحرقش. كنطيبها نص طيبه بحال هكا شي 3 دقائق ولا 4 عاد كنجبدها ندير عليها الفرماج ندخلها نكملها طيب. لينا البيتزا ديال لادان دابا غادي ندوزو نديرو الحشوه الثانيه. غنديرو بنفس الطريقه كما درنا الطريقه الاخرى غنديروها. غادي نخويو لاصوص وندوروها على البيتزا ديالنا. نزيد واحد شوية صافي. دابا غادي ندوزو ونديرو الحشوة الثانية. غنديرو الكفتة ونبقاو نفرقوها على لاباط ديالنا كاملة باش الجناب كاملين يكون فيهم. ضرورية المعاونة. الشاف الشاف يوسف معلاش كانت حنا غير كنعاونو وهاداك الشي كيجي زوين هي المعاونة. كنفرقوا مزيان كنفرقوا الكفته على لاباط كامله باش حتى واحد ما تجيش في جهته كلشي اللي ياكل الكفته. فين نحطو كلش صافي. موراها كنديرو بصاله كما العاده. يدي معاونة الشيخ يوسف. فوالا كاين الفلفلة مرة نديرو الشامبينيون. جينا واش نتا غتمشي لهاد الجهه كامله اللي كنعطف غادي يكون مرزاق. نزيدو شويه ديال الزيتون. الناس كاين اللي كيعجبو نديرو الزيتون كحال حنا كيعجبنا نديرو الزيتون خضر. كاين اللي كيعجبو يديرو الزيتون كما صدقنا قلنا لكم الحشوه على حسب كنتو شنو بغيتو. دونك اللي بغا الزيتون كيعجبو دابا واحد شويه ديال الزعتر غير صافي. نزيدو شويه ديال الزعتر. نحيدو هاد العويد اللي طاح. هانتوما كما كتشوفو كي جات البيتزا البيتزا ديالنا ديال بيتزا دي ماركينو. ملي سالينا البيتزا تاني غندوزو للشكل التالت ديال البيتزا اللي غادي نديرو فيه الطون. نبداو ب لاصوص طوماط هي الاولى. نمشيوها على لاباط مزيان نزيد واحد شويه نزيد
كنصايبو لاصوص كما قلنا. دابا غادي ندوزو نصايبو الطون في المساعده ديما كتكون زوينه والله الا نعاونو ولا لا غاش ضروري. حتى البيتزا ديال الطون البنات كتجي خطيره زوينه وعندها واحد المذاق غزال صراحه. من الاحسن بان كينوع وكيدير هكا كل زعما كل وحده في كفته لعداند اللي بغيتو على حسب الاختيار ديالكم. خوي دماغ الا كان متوفر على شلنا. دابا كنديروا شويه ديال البصيله كما العاده نفس الطريقه كما درنا البيتزا الاخرين غادي نكملوا نفس الطريقه البيتزا ديالنا. دابا غادي نديروا الفلفله الحمراء والخضراء ومن بعد غندوزو ندوزو الشامبينيون ومن بعد غنكملو مع الزيتون وغنديرو شويه ديال الزعتر وحنا سالينا. دابا الطون حقا نسيت الطون ما كنديروش فيه الزعتر نسيت كنسموه بالكفته الزعتر كنسموه بالكفته ولا داند. اما الطون ما كنديروش فيه الزعتر كاع دونك ما غنحتاجوش الزعتر. دابا غنديروا غير هكا وبهكا غادي نكونوا سالينا البيتزا ديالنا. وكما قال لكم الشاف يوسف غادي نديروهم في الفران يطيبوا نص طيبه وعاد نخرجوا ونديروا لهم الفرماج باش كيجي زوين صافي. ونخليكم معنا باش تشوفوا نهايه البيتزا. دابا من بعد ما طبطنا البيتزا ديالنا طبت من فوق ومن تحت غادي نديروا دابا الفرماج كما كتشوفوا حكيناه محكوك مزيان وعاد غنديروه من الفوق ونردوها شويه للفران باش يذوب لنا الفرماج ديالنا. كما كتشوفوا ها هما كيجاو البيتزا ديالنا جاو البيتزا ديالنا زوينين بزاف وحتى المذاق غزال. كما كتشوفوا هي دي ديال الطون وهذه ديال لاداند وهذه ديال هذه ديال الكفته وهذه ديال الطون وهذه ديال لاداند بليطو جات زوينه بزاف. بصحتكم وراحتكم.